بعد عباد الله، فاعلموا أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع، وهو الأهدم للذات والأقطع للراحات، وهو السلطان الذي لا يرد حكمه. ومن تأمل في نهاية أمره وما يصير إليه حاله أورثه ذلك خوفا لا ينقطع. إن الموت هو الحقيقة الواقعة التي لا مفر منها، والغاية التي يرتقبها كل عبد لا يدري متى تحل به. إن العبد إذا عاين الاحتضار نزلت إليه الملائكة لقبض روحه، فيراها بعينه آنذاك ويوقن بالحقيقة التي طالما تمنى ألا تأتي، فإذا به ملهوف وجل وقد زاغ بصره وارتجف قلبه، وإذا بالناس حوله يخاطبونه وينادونه، وهو في عالم آخر يرى ما لا يرون ويسمع ما لا يسمعون. هنا نهاية المطاف وآخر الرحلة التي يسابق إليها كل حي. وإذا بالمرء ينتقل من سعة الدنيا إلى ضيق اللحود، ويبقى مرتهنا بعمله في ذلك القبر الضيق الذي لا تصل إليه فيه نسمة هواء، وقد تقطعت به الأسباب وفارق الأهل والأصحاب، ولم يبق له إلا رحمة الرحيم الرحمن، فإن كان من أهلها فقد فاز، وإن لم يكن من أهلها فقد خسر خسرانا مبينا. وقد بين لنا الصادق الأمين وأنصح الخلق للخلق صلوات ربي وسلامه عليه ما يعرض للعبد من حين قبضه إلى حين بعثه، وما يعرض له في قبره ما ينقطع معه العذر وتقوم به الحجة. اتقوا الله تعالى وإياكم والاغترار.